المغاربه اللي كيشجعوا خالد المرضي. كان هدي هذا الفوز للرياضي الاول صاحب جلال الملك محمد السادس نصره الله والجميع الشعب المغربي. ورانا بتسيدنا وبالشعب المغربي بنتكم. فرحت بزاف بهذا اللقب هذا، وكان هدي للمغاربه كاملين اللي دعوا معايا، وكان هدي رئيس الجامعه والجامعه ككل، الاداره التقنيه، المدربين، كل من ساند خديجه المرضي من قريب او بعيد، العائله ديالي ووليداتي، شكرا لكم كاملين. شكرا لهذه الفرحه اللي فرحتوا بها وفرحنا بها ككل. حنا عائله، هكا كتكون العائله، كنفرحوا لبعضياتنا، وهذه هي الفرحه الكبيره من كتشوف المغربي دار شي انجاز وكيفرح ليه المغاربه كاملين. هذا هو الحب اللي عندنا. كما ربح المنتخب الوطني وصل الدومي فينال وربحنا وفرحنا، هذا هو الفرح، هذا هو الفرحه اللي كنحسوا بها الان. كنحس بالفرحه ديال الشعب المغربي وحسيت بها دابا. كيف فرحتكم؟ الله يفرحني.